عشان نبتدي نتكلم على الاكسبوننشال ديكاي واكسبوننشال جروث كيرفز في الواقع بقى في الحياه العمليه، لازم نبقى حاطين في دماغنا ان الداتا اللي بتجي لنا في الحياه العمليه بتبقى عباره عن كيرفات. يعني انا دلوقتي لما باجي اكاركترايز مثلا الديكاي بتاع التكنيشن 99 ام، انا مش بيبقى عندي الكيرف ده موجود اصلا، ده بيبقى عندي نقط بقعد احسب لها، يعني بقعد اقيس حاجات واحط الحاجات دي في كيرف، والكيرف ده بعد كده بقى استيميت البارامترز بتاعته عشان احسب الاكسبوننشال ديكي او الاكسبوننشال جروث كونستانت بتاعي بيساوي كام، ومنه بقى بحسب الهاف لايف تايم والحاجات دي كلها. ففي الاول خالص بيبقى عندي كيرف شكله بالشكل اللي انا شايفه هنا ده كده، حاجه شكلها عامل كده. فلو احنا تخيلنا ان عندنا كيرف بالشكل ده كده وعايزين نحسب البارامترز بتاعته، عايزين نحسب الكوفيشن بتاعتي او الاي تو ذا بي تي، بقى عايز احسب البي بتساوي كام او الماينس بي بتساوي كام، اوكي؟ عايز احسب الكلام ده. الكلام ده طبعا في غايه الصعوبه ان احنا نحسبه بالشكل ده من الكيرف ده كده، ما عندناش طرق الحقيقه عمليه ان احنا نحسب بيها الكلام ده عكس اللينير كيرفز على نفس اللي هو اللينير سكيل اللي موجود عندي هنا ده، اوكي؟ فالناس لقيت ان هي لو خدت الاكسبوننشال ديكي كيرف ده وخدت اللوج، يعني عملت ابلكيشن لوج للطرفين، هيحصل لي ان لوج واي تي هيساوي لوج واي نوت اي تو ذا بي تي. طبعا واي نوت مضروبه في اي تو ذا بي تي، فممكن اخليهم الاثنين مجموعين زي بعض بالكاركترستيك بتاعت اللوج، وطبعا اللوج بتاع اي تو ذا بي تي هو نفسه البي تي بالظبط. طبعا هناخد هنا اللوج تو ذا بيز اي، عشان كده بيبقى عندي لوج اي تو ذا بي تي هو نفسه عباره عن بي تي بالظبط. فالنقطة ان احنا لو احنا خدنا بقى بدل ما رسمنا الجراف بتاعنا على لينير سكيل في الاكس وفي الواي، لا ده انا هاخد دلوقتي الواي سكيل بتاعي اخليه لوجاريتمك واخلي الاكس سكيل بتاعي اخليه لينير. في الحالة دي هلاقي ان الكيرف بتاعي يطلع لي شكله لينير، الكيرف اللي هو الاكسبوننشال كيرف بتاعي يطلع شكله لينير. ليه؟ لان انا عندي الحاجة اللي هنا دي مش واي، دي عبارة عن لوج واي، اوكي؟ وفي نفس الوقت الحاجه اللي هنا دي عباره عن تي. فلو انا بصيت هنا كده لوج واي بتساوي كونستانت عباره عن كونستانت بلس بي في تي، فمعنى كده ان الكلام ده يطلع لي في الاخر لينير كيرف. فلو انا خدت نفس الداتا بتاعتي اللي هي موجوده من الجراف دوت ورسمتها على السيمي لوج بيبر، يعني سيمي لوج عشان الواي هي بس اللوج والاكس ما هياش لوج، هيطلع لي شكلها لينير بالشكل ده كده. وهنا بقى اقدر اقيس السلوب بتاعها في منتهى البساطه، والسلوب هنا زي ما احنا شايفين هيبقى بيعبر لي عن البي مباشره، السلوب هيعبر لي عن البي والانترسبت هيعبر لي عن اللوج واي نوت، اوكي؟ يعني ممكن ببساطه من الانترسبت اللي هنا ده احسب واي نوت بتساوي كام، ومن السلوب بتاع الكيرف ده اقدر احسب البي بتساوي كام، وده في منتهى البساطه يبقى ابسط بكتير جدا من انا احاول اعمل الكلام ده على لينير كيرف. كمثال على اللي انا كنت بقوله من شويه، احنا عندنا هنا نقط موجوده على الكيرف ده، موجوده على رسمناها على السيمي لوج بيبر بتاعت ابلكيشن معين، دي عباره عن انتنسيف لايت بعد ما عدت على ابزوربر، وده طبعا هنشوفه بعد كده ان شاء الله في تشابتر 14 وتشابتر 15. احنا بنلاقي ان في اكسبوننشال ديكي كيرف للاتينيويشن بتاع اللايت وهو بيجو ثرو ماتيريال، اوكي؟ فاحنا هنا بنقيس يعني عند ثيكنس معين اللايت ابزوربد او اللايت باست بيبقى قيمته كام، وهكذا عند كل نقطه بنحسب كل ما زودنا الثيكنس كل ما شفنا الفاليو بتساوي كام. لو احنا عايزين نعرف الاكسبوننشال ديكي كيرف بتاعنا عباره عن ايه، باجي بعمل فيتنج للاين بيمر بمعظم الخطوط دي، او ناخد احسن فيت للستريت لاين بيمر بكل النقط اللي انا استها دي، ومنها بروح برده للايكويشن بتاعتي دي من الانترسبت بحسب الايه، بنحسب الـ القيمه بتاعه لوج واي نوت، ومن السلوب بتاعي هنا ده بحسب الايه البي بتاعتي بتساوي كام. ومن كده وطبعا هنا مش شرط يكون بي في تي بقى، هي ممكن يبقى بي في اكس او وات ايفر، في الاخر هيطلع لي هنا الايكويشن بتاعتي واي بتساوي واي نوت اي تو ذا ماينس بي في اكس،